قرارات صعبة وغاية في الأهمية والصعوبة كما حددها الرئيس محمود عباس في بداية دورة المجلس المركزي 30 تم اتخاذها، وتمثلت بتعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني والانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل باعتبار انتهاء المرحلة الانتقالية في إطار اتفاق أوسلو. تشكيل اللجنة العليا لمتابعة فورية لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني برئاسة الرئيس أبو مازن تكتسب أهمية استثنائية في هذا الظرف تحديدا، حيث أن الاجتماع الأول لها سيعقد ظهر هذا اليوم برئاسة الرئيس في المقاطعة للبدء الفوري بتنفيذ ذلك، وهذا الأمر يعطي ويعكس جدية حقيقية لما يتعلق بتنفيذ هذه القرارات. القرارات التي شملت كذلك العمل على الاستمرار في الخطوات العملية للانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة، ورفض كل المشاريع الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس، معتبرا هذه المشاريع جزءا من صفقة القرن المرفوضة بشكل قاطع فلسطينيا. تم النظر في الوضع القانوني لفلسطين، ممكن أن ترقيتها من مستوى سلطة إلى دولة، وهذا يتوقف على الجهود الدولية في هذا الاتجاه، لكن في نهاية المطاف المجلس المركزي كان سيد نفسه واتخذ هذه القرارات وفوضها لفخامة الرئيس محمود عباس لاتخاذ القرار في الوقت المناسب بالنسبة لها. وبرغم تحميل المجلس المركزي لحركة حماس المسؤولية عن عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوقيع عليها لإنهاء الانقسام، أكد الالتزام الكامل لتنفيذ هذه الاتفاقيات للوصول إلى الوحدة المنشودة، في وقت خول المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والرئيس محمود عباس بمتابعة وضمان تنفيذ هذه القرارات فورا. صحيح أن هذه القرارات تم اتخاذها في جلسات سابقة، ولكن تم التأكيد على أهمية وضع آلية فورية لتنفيذ دقيق وأمين لكل قرارات المجلس المركزي الفلسطيني. والآن المجلس المركزي قرر أن يفوض كل هذه القرارات لفخامة الرئيس محمود عباس لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. قرارات المجلس المركزي التي عادت للتأكيد على تلك القرارات المتعلقة بالعلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة وحماس باتت برسم التنفيذ الفوري والمباشر وعلى طاولة اللجنة الرئاسية التي يترأسها الرئيس أبو مازن. محمد الصانولي، سي جي تي إن العربية، رام الله.